أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطن رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أكد حرص البعثة على تقديم أرقى الخدمات المباشرة وغير المباشرة لحجاج بيت الله الحرام من مواطني مملكة البحرين أو المقيمين، مبينا حجم الاستعدادات المثالية التي تم تجهيزها من قبل البعثة لموسم الحج هذا العام. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور الشيخ عبد الناصر إبراهيم أمين عام بعثة البحرين للحج وعدد من مندوبي وسائل الإعلام. وشدد القطان على ضرورة التزام حملات الحج البحرينية المرخصة بعدم منح أي حملة زيادة في عدد حجاجها، وذلك نتيجة عمليات التوسعة التي يشهدها صحن الحرم المكي الشريف، حيث من المتوقع أن تنخفض أعداد الطائفين إلى 22 ألف حاج في الساعة بعد أن كان 52 ألف طائف في الساعة العام الماضي. الطاقة الاستيعابية لموقع الطواف في الحرم المكي قد انخفضت إلى أقل من النصف، وهو ما يشير إلى توقع حدوث يعني زحام شديد وتدافع بين الطائفين إذا لم تكن هناك إجراءات تنظيمية لضبط الأعداد بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الحالية للمطاف. وقد تضمن الخطاب المرسل إلى وزير العدل تضمن الإشارة إلى أن المملكة السعودية قد اتخذت إجراءات عملية لخفض حجاج الداخل بنسبة 50%، هذه حجاج الداخل بالنسبة لهم. أيضا خاطبت جميع الدول التي يعني يقدم منها الحجاج بخفض ما نسبته 20% من الحصة المقررة لكل دولة. وعليه فقد تقرر خفض الحصة الرسمية المقررة لمملكة البحرين إلى 3700 حاج. أبرز هذه التدابير أننا حجبنا هذا العام أي زيادة كنا نمنحها للحملات البحرينية في حال وفرة الأعداد. هذا العام ليس هناك وفرة، وبالتالي يعني حجبنا هذه الزيادة. اثنين، خفضنا نسبة العمالة والإداريين في الحملات بنسبة 50%. فبعد أن كنا نمنح الحملات ما مقداره 20% من العدد المرخص أصبحنا نمنح حوالي 10%. خفضنا نسبة الحجاج المقيمين، فبعد أن كان الحجاج المقيمين 1300 حاج صاروا الآن تقريبا 1000 حاج سيشاركون.